بدأنا في العمل الميداني في الأوكار وفي المواقع استغلال البنزين للمواطن، وأهو احنا طبعا مديرين جهدنا ونزيحوا فيها الغمة الكبيرة وفيها الاستغلال الكبير أوكار الوقود باش نوفروا للمواطن الكادح الحياة، لأن الوقود هذه البنزين قوت الليبيين في اللي مش محصلها، فمداير موقع أو موكر ويستغل بها في المواطنين. نحن حماة لهذا الوطن ومستعدين أن نضحوا بأنفسنا الغالية من أجل هذا الوطن الغالي، لأن ليبيا هي مصدر حياتنا وهي أملنا في الحياة، لأن ليبيا هي بلادنا وإحنا نفتخر بهذا الوطن. ونزيد نقول إحنا قوة حماية زلطن قوة مساندة للجيش الليبي ووزارة الداخلية، نحن مع الدولة مدنية ذات سيادة وليس مع دولة عسكرية. تم الاجتماع ببلدية زلطن واتخاذ ما يلزم من إجراءه خلال التعليمات الصادرة من الدولة بخصوص الأوكار بيع الوقود بالمخالف، وتم الاتفاق وتمت اللجنة من الغرفة الأمنية بالغرفة الأمنية ببلدية زلطن وقوة الإسناد ومركز حراسة بلدية زلطن وكذلك شرطة زراعية، وتم اتخاذ ما يلزم وتنفيذ القرار نوح التنفيذ.